هي ميرش كاتب الحاتم. كاتب الحاتم قول القالع برد حاتم قل لا كذاب. ايه القالع برد حاتم قل لا كذاب، ما حد عبر حاتم فقط اهل البيت. أيوة اجل السامع يجتالي وقت بالكرم يحكي هدان، ما لثاية بيها وما الى كل صيت. أيوة اصل الكرم حاتم خلد التاريخ وعليها الصفة الزينة والله لاقت فيت. اش ما هوس وذكرى وذكرى فعالة احس ان ابد ما وفيت. اش ما هوس وذكرى وذكرى فعالة احس ان ابد ما وفيتها. وش ما هوسنا ونذكر حاتم ها وش ما هوسنا ونذكر حاتم ما نوفيش وياه. اش ما هوسنا ونذكر حاتم.